شباب شايفين الشاشة اللي قدامكم؟ لا الشاشة اختفت يا دكتور دلوقتي؟ لا دلوقتي مش موجودة، كانت موجودة من شوية ايوه كده ظهرت طيب بداية صباح الخير النهاردة آه، إن شاء الله هنستكمل كلامنا عن الأولمبيان أو الآلهة الأولمبية وإزاي امتزجوا مع الآلهة المصرية المرة آه، اللي فاتت اتكلمنا في المحاضرة في الكلية عن نظرية الخلق في according to the Greeks وإزاي هي كانت مختلفة في المفهوم هم عن الديانة المصرية القديمة وقلنا أن في النهاية بعد صراع مع كرونوس شوية وأورانوس شوية أن زيوس أصبح هو كبير الألهة وابتدت مرحلة الألهة الأولمبية وقلنا أن هم كانوا 12 إله يعني according to the Greek myth أو يعني كما تروي الديانة اليونانية فالآلهة الأولمبية سكنوا في أعلى جبال منطقة اسمها منطقة ثيسالي أو ثيسالينوكي ودي موجودة في ماسيدونيا أو على شواطئ بحر ايجا في شمال بلاد اليونان وهناخدهم كده سريعا كده مراجعة سريعة علشان أنا عارفة إن الآلهة بأسمائها شوية صعبة عليكم uh, so uh, the Olympian deities were uh, uh, Were led by the Lord of the Gods, God, God Zeus, uh, or Jupiter. They were many, They were mainly uh, twelve deities, and they settled. yani settled. Yani, second, they settled on the mountain of Olympus. Uh, where is mountain Olympus located? Is it in Thessaly or Thessaloniki in Macedonia, um, uh, overlooking the shores? the agency in ancient Greece. It's now located in North Greece. So there are mainly 12 deities. Adi the deities howat إحنا لما وبرضو مراجعة سريعة لما بنقول God إشارة لإله male لما بنقول Goddess إشارة لإله female لما بنقول deity إشارة لإله male or female with divinity معناها المعبود قد تشمل إله male أو female إضافة للآلهة اللي هم زي ما بنقول كده الشخصيات المؤلهة لأن ظهرت بعض الديانات قصة الشخصيات المؤلهة. Anyway آدي أسماء الآلهة اليونانية الأولمبية هم عددهم 12 معظمهم امتزج مع آلهة مصرية لكن ومعظمهم تغير اسمهم نفس هم هم نفس الأشخاص نفس الآلهة من الديانة اليونانية للديانة الرومانية فيما عدا واحد مين هو الواحد ده سنة تانية؟ Apollo. Aywa He Apollo. ismo, Zeus became Jupiter and he was assimilated. It was Hera became Juno and she was assimilated. with was Isis, Poseidon became Neptune and he was not assimilated with any Egyptian deity. Demeter became Ceres and she was assimilated. with was Isis. Athena became Minerva and she was assimilated with goddess Neith. Dionysus became Bacchus and he was assimilated with Osiris. Apollo, he is the same name or the same name Apollo, and he was mainly assimilated with Horus. Artemis became Diana and she was assimilated with the cat goddess Bustet, Aris, and not Eros. <speaking in Spanish> Aris and Eros? Aris is the his name so aris became mars and he was assimilated with montu and he became vulcan he became a aphrodite she became venus and she became isis and she was assimilated with sometimes Hathor and sometimes isis and ISIS and Hathor themselves were assimilated together. مع بعض ودايما كنا بنقول ان ازيز بتاخد التاج بتاع اختها حتحور اللي هو التاج الحتحور لكن هو اصلا تاج حتحور هرمس دايما بنقول عليه البسطجي البسطجي ليه؟ لان هو دايما هو ماسنجر اوف ذا جادز هو رسول الاله بيمسك الرسائل من الى ده الى ده يبعتها and he became mercury and he was assimilated with uh, Uh, god of the embalmment and the guardian of the tomb god Anubis أو نوبيس اللي هو حامي الجبانة في مصر تمام طيب برضو كل ده مراجعة الأولمبيان ديتي زي ما قلنا الإله زيوس هو إله هو كبير الالهه وهو ابن كرون اندريا وكان بيعتبر اله السماء واي ظواهر خاصه بالسماء زي الرياح والرعد والبرد دايما كان بيسكن اعالي الجبال. وكان بيعتبر إله الزواج والصداقة يعني كان في كده بعض المفاهيم المطلقة كان هو راعي الزواج والصداقة والفرنشيب والمحبة ما بين الناس وهو بالإضافة أنه هو حامي كل الآلهة في بلاد اليونان آه زيوس آه كان دائماً بيصور بشكل رجل جدي دائماً عليها الأولمبية دائماً بتصور بشكل رجل بلحية كثيفة وبيلبس مانتل كده آه أو روب على كتفه وكانت دائماً اللي كده بعض الرموز المقدسة so زيوس became Jupiter in the Roman mythology uh his origin يعني إيه his origin يعني أصل إله زيوس مين؟ He was the son of promise and rain. He is the Lord of Sky, God of Thunder and also Sky. And and he was the protector of all the gods, Yani Protector Al -hami. protector Yani and he was also the god of friendship and marriage in ancient Greece. <laughs> وكانت بتساعدنا جدا في ان احنا نعرف تماثيلهم تمام لان هو ما كانوش من, منش من عادتهم ان هم يكتبوا اسم مثلا الاله جنب الشكل زي المصريين لا هم كانوا بيكتفوا بس بالشكل فكانت sacred سيمبلز الرموز المقدسه لكل اله هي اللي بتساعد بعد كده ان انا ايدنتيفاي ذس جاد او ان انا اتعرف على ذس جاد طيب مين ايه هي الرموز المقدسه للاله زيوس ذا ايجل الصقر بما أنه هو كان بيسكن اعالي الجبال وكان بيسكن اعلى نقطه في السماء فكان يقال ان زيوس هو ممثل القوه وهو اللي بيقدر يطير لاعلى نقطه في السماء حيث يسكن الاله Thunderbolt and Shield الثاندر دي كانت احد اشكال الويبنز اللي بتاخد شكل كده ايه حربه مزدوجه بتمسك بالايد وهنشوف شكلها مع بعض والريد اللي هو طبعا الدرع The Crown of Oak Leaves اوك اللي هو ورق الغار تمام وورق الغار كان بيتعمل منه كده Crown تمام او اكليل تمام بيتقال عليه باللغة العربية اكليل وبيحطه فوق راسه so what are the sacred emblems يعني yani ايه emblem يعني yani simple يعني yani رمز what are the sacred emblems of God Zeus he uh, mainly uh, they are mainly the eagle because the eagle was able to fly to the highest point of sky يعني yani ايه highest point in the sky يعني اعلى نقطة في السماء where Zeus resided The second sacred emblem was the weaponry. He was usually depicted with a thunderbolt and the shield, and also uh, the oak leaves. Uh, the oak leaves, he made uh, a certain wrath and put it over his head. ودايما كان في أسطورة كده بتقول إن الأوك ليفز دايما ورق الغار من الأشجار اللي كانت منتشرة في بلاد اليونان ولما كان الرياح بتهز ورق الشجر ده كان بيقول لك this is the whisper of God Zeus ده ده صوت الإله زيوس يعني برضو إيه من الحاجات اللي ارتبطوا بيها بالطبيعة it was thought that the, 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 the movement of the leaves of the oak trees was the whisper of this God ادي شكل اهوت للإله زيوس وهو ماسك الثندر بولت اللي هي الحربة المزدوجة دبل سبير وهو ماسك الإيجل بتاعه وده شكل اخر يعني يعتبر من اشكال البدائية جدا للإله زيوس ادي الأوكليف ليف اللي احنا بنقول the whisper or the movement of the oak trees وذا the whisper of this god كان كأنه صوت الإله. زيوس كانوا بيعتبروه صوت الإله زيوس ده تمثال للإله زيوس بقايا تمثال للإله زيوس كان آه أحد مقتنيات المتحف اليوناني الروماني أو برضو عشان تبقوا عارفين لما أقول تمثال كامل يعني ستاتيو تمثال نصفي النصف الأعلى بيتقال عليه باست باست اس لما بيقولك تمثال التمثال الجزء السفلي من الجسم مجرد مثلا لقيت جزء سفلي بيتقال عليه تورسو تي O R S O طيب لما بتقال مجرد راس بلاقي راس بقول عليها هيد لو تمثال صغير بقول عليه اما ستاتيوت او بقول عليه فيجرين طيب يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا زيوس What is the function of Zeus? He was the guard, lord of the sky. What were the main sacred symbols? Eagle, thunderbolt, and also the oak leaves. He was called Jupiter. Where the Mahanul assimilation was got طيب طبعا هي كبيرة الآلهة لو Zeus هو كبيرة الآلهة والآلهات وإلهة حامية للأمومة وحالية للمرج وحامية للأطفال واسمها اشتق منها اسم شهر جون اللي هو يونيو تمام لأن دايما الشهر دوت دا كان بتعقد فيه حفلات الزواج مش دايما بنقول ان الصيف دوت هو في كتير علشان اعتدل الجو والناس مش ساعينا والدنيا ظريفة فالأفراح ممكن يتعمل في الأوبن إير هو نفس الفكرة هو عشان كده اسم شهر هذا الشهر اللي هو منتصف الصيف أطلق عليها تيمنا بهذه الإلهة خلاص نتيجة إن في أفراح كتير كانت بتتعمل في بلاد اليونان في الجناين بقى بتاعتهم وكده فأطلق عليه تيمونا باسم الإيه هذه الإلهة طيب إيه تاني هي دايما كانت بتصور في شكل السيدة الجمهور بالكامل آه, في بعض الاحيان كانت ب... بترتدي تاج كده معين وكانت بتصور في بعض الاحيان جنبا إلي... الى جنب مع الاله زيوس زي تمام so goddess Hera uh, she was called in the Roman mythology Juno. What was the origin? Origin, She was the daughter of Cronus and Rhea. And what are the function of this deity? She was the queen of gods and goddesses. Okay, and she was also the guardian of marriage, of uh, of childhood, and motherhood. And therefore, the, uh, the the month of June was named after her. Why was the month of June was named after her? Because it was in the middle of the um, uh, of of uh, uh, the summer season, and it was the appropriate time for different weddings to be held in this month. Uh, this in this, uh, in this month. Uh, She was usually depicted as we see her fully uh, dressed, uh, and sometimes she was uh, represented crowned side by side. and side by side. beginning. side by side with God إيه زيوس يبقى إحنا كده خدنا زيوس اسمه جوبيتر هيرا اسمها جونو وقلنا ليه هي تسمى جونو بوسايدون بوسايدون كان اسمه في الروماني نبتون وهو برضو ابن كروس كرونوس أنريا ودايما كانت بتوضع تحت امرته البحار بشكل خاص وفي بعض الاحيان الايرث كويكس كويكس اللي هي البراكين الزلازل قصدي الهورسز اللي هي الفرس آه هو في البداية كان بيصور أنه هو اله سمائي اللي سماوي شويه يعني كان بيصور ان هو بيركب كده تشاريت بتجرها خيول معينه وان هو يعني ايه بي بيمشي كده بطريق كده سماوي وبعد كده شويه بشويه اصبح يقال ان هو اله الحامي للبحار المختلفه وكان برضو بيسطر بشكل او باخر على بعض الظواهر السمائيه لان الظواهر السمائيه برضو كانت بتسبب المد والغاز للبحار لكن دوت مش معناه ان زيوس يعني هو شارك الاله زيوس زيوس هو كبير الالهه وهو المتحكم الاساسي والمسيطر الاساسي على كل الظواهر اللي في السما من رعد بقى وبرق ومطر وهكذا طيب زيوس في بعض الأحيان او في معظم الأحيان بيتصور في شكل رجل عاري تمام و لوكس وعادة الكيرلي لوكس والفيك بير بتاعته بتبقي كثيفه بتغطي الجزء الأكبر من دقنه وبيمسك حاجه هنا غريبه شويه شايفين دي شايفينها سنه تانيه ايوه يا دكتور شايفينها طيب دي عبارة عن ايه دي حاجة اسمها الترايدنت الترايدنت يعني الشوكة تراي يعني ثلاثية ترايدنت يعني شوكة ثلاثية أو حربة ثلاثية ودايما كان بيصور بيها الإله بوسايدون تمام آه. هي كانت الرمز الأساسي بتاعه آه. ماشي. ماشي شباب بالإضافة إلى كده إلى أن هو آه. كان بيصور زي ما احنا قلنا آه. ماسك الحربة ديت بالإيد وفي بعض الأحيان بيبقى ماسك الدولفين في الإيد التانية آه. سمكة دولفن، وزي ما إحنا قلنا إنه هو في بعض الأحيان كان بي بيصور في شكل إنسان بي بي فوق يعني عربة بتجرها خيول مختلفة للتعبير على إنه هو كان إله البحار. So the third Olympian deity we have here is Poseidon. Poseidon was called the Roman Neptune. Uh, he was uh, the uh, what was his origin? He was the son of Cronus and Rhea. Originally, he was a celestial god celestial and, yani uh, but he was not um, higher or supreme than God Zeus. After that, he was uh, uh, described to be the guardian of this of the seas and earthquakes. Um, he was usually depicted in the form of a man, an old man, yani and holding a trident what is a trident it's a spear with three storks so it's called trident and sometimes holding in his other hand a dolphin and in other cases he was depicted riding a chariot depicted riding a chariot which was uh, um, uh, pulled by horses because also he was the god of horses earthquakes and seas ادي الترايدن بتاعة بوسايدون زي ما بنقول كده شوكة ثلاثية وكان بيشتهر بيها هذا الاله وعلى فكرة الاله بوسايدون هو كان الاله الحامي لفنار اسكندرية خلاص يقال دايما المؤرخين بيقولوا ان فنار اسكندريه وضع تحت حمايه الاله بوسيدون اله البحار ويقال ان كان في تمثال من البرونز يبلغ تقريبا 7 متر فوق فنار اسكندريه احد عجائب الدنيا السبعه القديمه So Poseidon was ذا جاردين اوف ذا ايلاند اوف فاروس اند سبيشلي ذا لايت هاوس انشنت لايت هاوس اوف A ا ستاتيو ا برونز ستاتيو اوف اباوت 7 was واز بليسد اوفر ذا لايت هاوس يبقى احنا لغايه دلوقتي عندنا كم اله خدناهم تلاتة. زيوس بالظبط كده زيوس وهيرا وبوسايدون ديميتر ديميتر اتسمت في اللغة الرومانية أو في الديانة الرومانية باسم كارس هي برضو بنت الإله كرونوس أنريا ودايما كانت بيقال عنها أن هي إلهة الفرتيلتي الخصوبة وخصوبة الأرض الزراعية بشكل خاص وإلهة المواسم المختلفة دايما كانت بتصور الإلهة ديميتر وهي لابسة لبسها بالكامل وفي بعض الأحيان بتحط كده زي شال فوق راسها في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان الأخرى كانت بتمسك سنابل الأمح او بتمسك حمامه كده في ايديها او سبتر ان هير زي السبتر دوت يعني عصايه طويله تمام uh, so the meter was called in the Roman mythology Ceres, What is the origin of this uh, d uh, of this goddess is uh, she is the daughter of Cronus and Rhea and she was mainly the goddess of fertility especially the agricultural fertility she was also the guardian of the seasons البواسم, uh, where she was usually depicted in the form of a woman completely dressed okay and sometimes putting a veil over her head Sometimes she is holding a scepter in one hand. In the other hand, she was sometimes depicted holding a dove or ears of corn. يعني إيه ears of corn؟ يعني اللي هي سنابل القمح. للدلالة على إنها إلهة الإيه؟ الخصوب. ده ماربل هادلس ماربل ستاتيو وده لقيناه في اسكندريه وهو احد برضو مقتنيات المتحف اليوناني الروماني عرفت منين ان هي الالهه ديميتر لان هي ماسكه هنا شايفين الجزء ده شباب هي ماسكة في إيديها كده حاجة اسمها قرن الخيرات هو عبارة عن قرن من قرون الحيوانات المختلفة uh, بيوضع فيه كده مختلف أنواع الفواكه وال والإيرز أوف كورن كان دايما بيصور بيها الآلهة المرتبطة بالخصوبة زي الإلهة مثلا ديميتر زي الإله نيلوس إله النيل في مصر القديمة وهكذا uh, So we have here an, a headless statue of goddess Demeter she is holding the cornucopia uh, What is the meaning of a cornucopia? It's a corn of, it's, a, it's a horn of animal, and it was full with different fruits and ears of corn, reflecting, yani reflecting reflecting the fertility character. That this the holder of this cornucopia, the holder of this object is the god of fertility and god of fertility of the Nile, of the water, and so on, of the land, and so on and it was now one of the objects of the Greek Roman Museum. الحقيقه ارتبطت انا مش عارفه انت روحت كوم الشقافه قبل كده ولا لا يعني في مقبره كوم الشقافه في منظر ارتبط ده دلاله على ان ديميتر الناس دي عبدت في مصر بشكل او باخر ده منظر طبعا هو المنظر للاسف يعني في حاله صعبه شويه في صاله اسمها صاله كاراكلا في مقبره كوم الشقافه في الجزء اللي فوق طبعا هو منظر ماميكيشن عادي جدا خلينا في الجزء اللي تحت الجزء اللي تحت دوت بيمثل حاجة اسمها الابدكشن اوف بيرسيفوني يعني اختطاف بيرسيفوني مين هي بيرسيفوني بيرسيفوني ديت دي الاسطورة بتقول ان هي كانت بنت الالهة ديميتر اهي ومين اللي بيخطفها هنا اللي بيخطفها هنا هادس خلاص وهادس ده كان احد الالهة الاولمبية وكان اخ للالهة ديميتر يعني اذا هو كان عم البنت تمام وهادس هو كان الجارديان بتاع العالم الاخر ماشي يا شباب طيب مين اللي واقفين دول ادي افرودايت اهي الهه الجمال ادي ارتميس الهه الحرب دايما بعرفها ان هي لابسه ماسكه حربه وشيل فهي الهه الحرب وادي الالهه ايه أتينا تمام وهما بيشهدوا عمليه اختطاف بيرسيفوني بنت الالهه ديميتر طب هي ايه الحدوته؟ الحدوته ان هادس خطف الالهه أو خطف بيرسيفوني بنت الإله ديميتر وزي ما بنقول إن ديميتر كانت إلهة للحقول والمراعي والكلام دوت كله، وإن هادس بما إن هو إله للعالم الآخر فهو حبسها تحت الأرض. و خبت نفسها او ظهرت في شكل سيده وحاولت تدور على بنتها في كل حته لكن للاسف ما لقيتهاش واستخبت او ظهرت يعني بشكل ماجيكال كده في شكل سيده عجوز وقعدت تسال الناس كلها على بنتها لكن للاسف ما لقيتهاش وفي النهاية ويقال إن هي في هذه الفترة علمت الناس الزراعة يعني وهي كده بتدور على بنتها إن هي علمت الناس إزاي يزرعوا وإزاي يعني يزرعوا الحقول بتاعتهم بمختلف أنواع المحاصيل بما أنها كانت إلها بقى للزراعة وعارفة أسرار الزراعة كلها لغايه هي ما وصلت لمنطقه اسمها اليسيوس اليسيوس دوت كان في يعني جزء كده منطقه من مناطق البلاد اليونان وكان فيها معبد هناك وقعدت ديميتر في هذا المعبد ويقال ان مركز اهم مركز من مراكز عباده الالهه ديميتر في بلاد اليونان هو معبدها في منطقه اليسيوس خلاص كل دوت هي بتدور على بنتها للاسف الاخر ما لقتش بنتها وبدات تتضايق آه، وتعيط وتهمل الارض وتهمل المحاصيل فنتيجه اهمالها للارض والمحاصيل المحاصيل بدات ايه تموت اوكي وهقول لكم ليه السيكونس بتاع القصه ديت ايه في النهايه كبير الالهه هو مين كبير الالهه في هذه الفتره اكبر واحد بتاعهم دوت اللي بيحكمهم كلهم اللي هو مين الاله مين زيوس بالضبط كبير الالهه زيوس اللي هو يعني تدخل وقدر يقنع هادس اللي هو اخوه أنه هو يرجع بيرسيفوني تاني لمامتها لان ديميتر حت بما انها الهه الزراعه للاسف سابت المحاصيل والمحاصيل بتموت والمحاصيل ما فيش اكل للناس فزيوس في هذه الحاله تدخل قال له لا رجع البنت ايه لمامتها وفعلا اتفق في النهاية مع هادس إن بيرسيفوني دي تقعد ست شهور فوق الأرض وست شهور تانية تحت الأرض ويقال إن هو بيرسيفوني يعني حصلها كده زي كيرس زي لعنة علشان تفضل مرتبطة بالإله هادس إن هو شربها حاجة كده زي بوميجرانيت سيدز اللي هي حبوب الرمان تمام يعني هي اسطوره اصلها فعلشان تفضل ست شهور فوق مع مامتها وست شهور تحت في الاندر بورد مع جاد هاتس طيب انا ليه بقول لكم القصه دي؟ لان من القصه دي هم قسموا الفصول قال لك ان هي لما في فتره اللي الناس الزراعه ده كان فصل الزراعه لما لما هي بدات تغضب على الناس وبدات تعيط وبدات تهمل في الارض ده فصل الحصاد ما يعني خلاص ما فيش بقى اي اكل ولا في اي حاجه ست شهور الاولانيه اللي هيك بتعودهم بتقعدهم مع ديميتر ده كانت فصول ال الفصل الصيف لان ديميتر كانت بتشاع بهجه نتيجه وجود بنتها معاها وفصل الربيع برضو والفصل تختفي فيه برسيفوني تحت الارض ده كان فصل الخريف والشتاء علشان ديميتر بتبقى زعلانه على نتيجه فراق بنتها ليها وهكذا خلاص يبقى we have a very remarkable depiction for a very important mythology Related to Goddess Demeter, it's found in the uh, comp of in the whole of Karakalla. Uh, we can find here in the scene it's divided into two registers. Yani register register yani freeze. The upper register here is representing a mummification process, a purely Egyptian mummification process. And the second one here is representing the abduction. We abduction اللي the abduction of Persephone, who is Persephone, as we said. She is the daughter of goddess Demeter, by Hades, the guardian of the other world. And this abduction is witnessed, يعني, witnessed through three Olympian deities. Who are the three Olympian deities here? Aphrodite, goddess of beauty, Artemis, goddess of war, and Athena. According to the Greek mythology, uh, Demeter had a, a daughter who was called Persephone, and she was abducted by her uncle Hades, and he took her to the other world. Uh, Demeter disguised herself, and he disguised Zaharit, out as an old woman uh, searching for her daughter. And during her search, she taught people, يعني, taught people علمتهم, she taught people the art of agriculture. The secrets of agriculture, Asrar She went as far as Elisius in her temple there, and it was one of the major cult centers of Demeter. And because of her sorrow, her sadness, Alashan she be, she neglected the corpse. And therefore hades Zeus interfered in this matter, and he persuaded. Yani persuaded Yani Akna. He persuaded Hades to uh, let uh, Persephone six months in the year with her mother Demeter and the six other months with him in the other world by uh, cursing Persephone. <inaudible> Hades could curse Persephone by letting her drink or eat the seeds of pomegranate. And this division, the six months, were regarded by the Greeks. the spring and the summer كان بيعتبروا الست شهور اللي هي كانت قاعدة معاها ديميتر هما فصل الربيع وفصل الصيف and the six, the, two, the six other months where she was accompanying her uh, uncle Hades were the winter and the autumn يبقى <applause> لغايه دلوقتي احنا عندنا كام الهه والهه بتوع الإلمب خدنا زيوس خدنا هيرا خدنا بوسايدن خدنا ديميتر طيب أثينا أدي أثينا أهي دايما أعرف أثينا من أول ما تلبس الهلمت شايفين الهلمت اللي هي الخوذة اللي فوق راسها وبما إن هي لابسة هلمت يبقى هي إلهة الإيه؟ الحرب بالظبط كده هي إلهة للحرب ويقال إن هي الأصل بتاعها إن هي ذو زيوس وواحدة من الأوكيانيدز اللي هي ماتس, ماتس من الأوكيانيدز اللي هي يعني بنقول عليها جنيات البحر هي كانت إلهة للحكمة وإلهة للذكاء وإلهة للهاندي كرافتس مختلف أنواع الحرف إلها للديفنس الدفاع والحرب الدفاعية آه وأثينا اللي هي رومان مينيرفا زي ما بنقول هي واز اسيميليتد وذ نيت اتكلمنا عن النقطه ديت قبل كده لان هما الاثنين الهه للحرب دائمًا uh, أثينا uh, 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 ظهرت في شكل سيدة بترتدي فوق رأسها الهلمت وفي بعض الأحيان هو holding the lance and spear الحربة واللنس أنشيد اللي هي الحربة والدرع بتاعها دلالة على إن هي إلهة للحرب So Athena is called the Roman Minerva. She was the daughter of Zeus and the Oceanid Metis. She was the goddess of wisdom, uh, handicrafts، الحرف. She was the the, uh, the goddess of uh, strategy and strategic war, el harb, and therefore she was assimilated with the goddess Nis. was depicted with uh, with all uh, arrows and bows in her hand. This is Le relief from the Acropolis And this is depicting Nita Wearing the helmet And holding the spear in her hand And with the pelvis the The dress she is wearing is And also the helmet At the same time we took Jobiter, Herodunum, Poseidon Neptune, Demeter, Keras, Athena, Minerva Type Dionysus Dionysus who the god of wine تمام وإله للخلود وإله للفرتلتي للحقول والمراعي والزراعة والكلام دوت كله ودايما كانت يعني في كتير جدا من ال الاعياد كانت بتقام على شرف الاله ديونوسوس في وقت السبرينج في, في وقت الربيع في بعض الاحيان كان اله ديونوسوس آه بيظهر في شكل آه رجل في بعض الأحيان عاري ومكلل آه أو متوج بذا آه ايفي اللي هو كده نبات زي الأوك آه ودايما وفي بعض الأحيان و بعض الديباكشنز كان بيظهر وهو مرتدي جلد الفهد بريز البانثر سكن اوفر هيز هيد وفي بعض الأحيان الأخرى البانثر نفسه اللي هو الفهد كان بيجي بيبقى موجود كده تحت رجله وهنشوف تمثال كان موجود او موجود في آه تمثال رخامي لإله جينيسيس بهذا الشكل آه من اهم السكريت سيمبلز بتاعته قلناها المره اللي فاتت اللي هي عناقيد العنب لان عناقيد العنب ديت هي اللي كانت بتستخدم في صناعه النبيت تمام وهم ربطوا قصه النبيت بقصه الخلود وان اللي يعني اللي بيشرب نبيت بيصل لمرحله كده من الخلود يعني اقول انتو ذا جريك ميثولوجي علشان كده وهنشوفها كتير وهتشوفوها كتير يا سنه تانية بعد كده هتلاقوا إنه في توابيت كتير في العصر اليوناني الروماني محطوط او محفور عليها عناقيد العنب محفور عليها عناقيد العنب علشان يمثل عمليه الايه الخلود والفيرتيليتي وال وال والامورتاليتي اللي هم بيتكلموا عنها One of the Olympian deities is called Dionysus, and Dionysus is the Roman Bacchus. His father was Zeus and one of the princesses called Semele. What was the function of God Dionysus? As we said before, he was God of vegetation, God of wine, God of pleasure, and God of immortality. And therefore, the sacred symbol of God, God Dionysus, is he bunches of grapes. bunches of grapes. Therefore, the bunches of grapes were his sacred symbols, and they were uh, uh, they were uh, carved in high relief on the sarcophagi. The sarcophagi, they were carved in high relief on the sarcophagi of Egypt during the Greek-Roman period. sometimes as we said before he was represented as a mature man over his shoulder we can find the panther skin and some other times like this one We can find him being accompanied with the panther himself, one of the sacred symbols of God Dionysus. And this is one of the magnificent statues of God Dionysus. Uh, it was discovered in Sidi Bishop dating back to the Roman period. And now it's now in the Archaeology Museum in Bibliotheca Alexandrina. لو حد دخل متحف الاثار في مكتبه اسكندريه هلاقي التمثال دوت عرفت منين مثلا ان هو Dionysus مش مش مثلا اي اله تاني من خلال البانثر اللي تحت ايرك تمام ابولو وقلنا ان ابولو هو الاله الوحيد اللي لم يتغير اسمه من اليونانيه للرومانيه وهو الاله زيوس ابن الاله زيوس وليتو ليتو ديت كانت احد ابناء التايتنز فاكرين التايتنز اللي احنا اتكلمنا عنهم 12 تايتنز كانت ليهم بنت كده اسمها ليتو وهو تزوجها زيوس وخلف منها ابولو طبعا زيوس كان اله لللايت كان اله لللايت بشكل خاص إيه إله للميوزك للإله للبويتري للشعر بروفيسي النبوءة وقلنا قد إيه قصة النبوءة كانت بتحتل حاجة مهمة جدا في الديانة بتاعتهم وأركري اللي هي عملية الحربة أو فن رمي السهام ودايما كان بيصور الإله أبولو في شكل نود مان في بعض الأحيان أبليح... يعني placing أخلامس over his شولدرز ادي الخلامس اهو ده احد اشكال الملابس اليونانيه الرومانيه بتتعقد كده هنا على جوانب على جانب من جانبي الكتف وبيتسمى خلامس وده احد مقتنيات المتحف القومي في, مكتب في اسكندريه دايما ابولو كانت السكرت سيمبلز بتاعته البو اللي هو القوس في بعض الأحيان كان بيمسك الشفرد سكروك اللي هي عصاية الشفرد اللي هو الراعي تمام أبولو الساكرت أنيمالز بتاعته كانت السوان الفالتشر الكرو الهوك بعض يعني كتير جدا من الحيوانات تكرست لعبادة الإله أبولو بعض الأحيان كان بيمسك اللاير اللاير اللي هي زي إيه الهارب يعني آلة كده موسيقية بما إن هو كان إله للموسيقى تمام so here we can This is Apollo. He is the only the Solemn Olympian deity whose name wasn't changed from the Greek to the Roman mythology. He was the god of Zeus and Leto. And who is Leto? She is the daughter of the Titans, the Twelve Titans. Uh, and she, his function was God of light, music, uh, poetry, he'll share, a prophecy in the book and also Archery. Um, he was the god of songs and he was a builder and colonizing god apollo was usually depicted as we see here as an old man and um, he was depicted sometimes with a chlamys a sort of greek customs uh, falling over his shoulder like this one This is a chlamas over his shoulder. Uh, the Apollo sacred emblems were the bow, the quiver, uh, the shepherd's uh, stick or crook. Uh, and the sacred animals were the dove, uh, the hawk, uh, also the crow, and uh, the uh, Different uh, birds were dedicated to God. أبولو uh, Apollo and he was also sometimes depicted holding a lyre at a musical instrument playing with it. بالغاية دلوقتي خدنا كم واحد من الآلهة الأولمبية يا سنة تانية. سبعة. 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 كده أدي فيهم أي مشكلة مفهومين لغاية دلوقتي عشان كذا حد المحاضرة اللي فاتت قالوا لي لا أصل هم كتير ومصعبين وبتاع فإحنا بنعيدهم كده واحدة واحدة هل فيهم اي مشكله لا تمام كده دكتور طيب ارتميس ارتميس كان اسمها في اللغه او في الديانه الرومانيه اسمها ديانا تمام وكانت بنت الاله زيوس وليتو خلاص ليتو فاكرين ليتو مين اللي كان ابن الاله ابن زيوس وليتو لسه قايلينه ابولو ابولو وكثير جدا من الورق. من المصادر دايما بتقول ريهام صح بتقول يا ريهام ان ارتميس وابولو they were twins كانوا الهه توام كان هما الاثنين في بعض المصادر بتذكرهم دايما ان هما الهه توام أرتميس كانت دايما بتتصور معاها غزالة كده ظريفة وكانت شبه أخوها كده تحب الصيد فعلشان كده كانت بتبقى ماسكة الأقواس على ظهرها كانت إله للفيرجينيتي اللي هي العذرية السيدات الأنمرت كانوا بيتحطوا تحت حماية الإلهة أرتميس وكانت مختلف أنواع الحيوانات هي كانت إلهة للصيد الصيد اللي هو مش الأوفيشل يعني مش زي مثلا أتينا إلهة الحرب أرتميس كانت إلهة للشخصية اللي بتحب الصيد الحيوانات البرية أكتر Uh, so Artemis was sometimes uh, described to be the twin of God Apollo. Why? Because she was the daughter of also Zeus and Leto. Leto was the daughter of one of the Titans. Uh, her name in the Roman mythology was Diana. What is the function of Artemis? Artemis was the goddess of the moon, goddess of hunting, especially hunting the animals. Uh, she was the goddess of archery and she was the goddess of virginity the unmarried women were placed under her protection how was uh, uh, artemis uh, depicted uh, she was depicted usually the woman holding the bow the arrows uh, over her shoulders like this one colors and sometimes she was depicted with the company of different animals كانت دايماً بتظهر مع حيوانات such as dogs or such as gazelles like in this one uh, being a moon goddess في بعض الأحيان كانت بتصور أن هي إلهة القمر Artemis was sometimes depicted with a crescent moon appears over her forehead في بعض أهو شايفينه؟ شايفين التاج الصغير ده؟ آه يا دكتور, آه دكتور. ده الهلال كان في بعض الاحيان بيوضع على مقدمه راسها كنوع من انواع التيجان اللي يدل دور برده كانت ان هي كانت الهه حاميه للقمر خلاص يبقى in some cases she was depicted holding or wearing the crescent at a headdress over her forehead يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا زيوس خدنا هرا خدنا بوسايدون ديميتر اثينا دياناسس ابولو ارتميس طيب ارس ارس دائما بنقول ان هو اله الحرب وكان بيسمى في اللغة أو في الديانة الرومانية باسم مارس وهو ابن الإله زيوس أو وهو إله الحرب الحرب الشديدة والحرب يعني اللي هي فيها دم كتير أو كان بتحط تحت إله إيه؟ أرس so أرس he was the Roman Mars and uh, the name of Mars يقال أن شهر مارس uh, سمي ب يعني تيمنا بهذا الاله ومعناه تشاين ان هو يظهر او يلمع او ينتصر وكانت دايما الحروب بتقام في فصل الشتاء والربيع على يعني قبل دخلة الربيع كده علشان الجو بيبقى كويس ف... فدايما الفصول الشتوية كان بيقام فيها الحروب المختلفة ويقال ان شهر مارس هو ايه وضع تحت ايه تيمونا بهذا الاله يعني so uh, he was the god or the son of Zeus and Hera he was the god of war violence violence معناها العنف and bloodshed اللي هو يعني ايه سفك الدماء تمام <applause> <applause> uh, he was also in the Roman mythology he was Mars was well the god of fields the spring في بعض الأحيان برضو وصف إنه هو إله المراعي والحقول نتيجة إن هو نتيجة لما بيهدي الانتصار لحد بعد كده بيصبح في حالة من الاستقرار والسلام فعلشان يعني كده جت الرابطة دي It was sometimes depicted or described to be the gods of fields and the spring The Romans built the temples of Mars in every place الحقيقة الرومان بما ان دايما بنقول ان اليونان اهل ثقافة شوية والرومان هم اللي كانوا دايما بيبقوا عندهم قصه الدم وسفك الدماء عاليه جدا فمعابد الاله معابد الاله مارس انتشرت بشكل كبير جدا في العصر الروماني بالذات يبقى the romans adored this god they built many temples on the honor of this god in every place they conquered بعد ما بيفتتحوا بلد او بيفتحوا مكان معين بيستولوا على بلد معينه بيروحوا بانيين معبد على شرف هذا الايه على شرف هذا الاله Um, mars or aris uh, he was sometimes depicted in the form of a beard that meant in other cases he was uh, depicted uh, shaved wearing the helmet over his forehead and holding the shield in one hand and the spear in the other hand uh, the wolf deep was one of the sacred animals of aris ذا وولف اللي هو الديب كان دايما يقال ان هو انيمال او الحيوان المقدس لهذا الايه لهذا الاله ده موجود على فكره في اسكندريه موجود ضمن مقتنيات المتحف اليوناني المتحف القومي المتحف قصدي الاثار هو اصلا كان في متحف اليوناني الروماني وهو بيمثل مارس لابس الملابس العسكريه تماما خلاص وماسكه اهو اللانس اند شيلد وحاطط فوق راسه الايه الهلمت تمام خدنا زيوس هيرا بوسايدون ديميتر اثينا ديانوس، ابولو ارتميس ارس طيب مين بقى هيفاستيوس وافروديت وهيرمس طيب هيفاستيوس اتكلمنا عنه قبل كده هو الاله فولكن في الروماني وهو ابن الاله زيوس او هيرا في بعض الاحيان يقال أنه هو ابن الاله هيرا لوحدها علشان هو خلق نفسه بنفسه طيب الاله فاستيوس كان اله للحداده بشكل خاص ليه الحداده لان الحداده كان ليها باع كبير جدا وكانت ليها كانت مهنه مهمه جدا في بلاد اليونان بالاضافه ان هو كان اله برضو لكل انواع الحرف خلاص كان إله لل... لل... للنار اللي هي المسابك أو اللي هي الأماكن اللي بيتسيح فيها المعادن المختلفة وزي ما شفنا قبل كده أو يعني هنمر سريعا إن هو علشان كده تم الاسيميليشن ما بينه وما بين الإله إيه بتاح لرب الفنون والحرف في مصر القديمة So Hephaestus was the Roman Vulcan He was the son of Zeus or and Hera or Hera alone reflecting her, his self creation abilities ان هو بيقدر ان هو او ان هو خلق نفس ان هيرا خلقته لوحدها دايما هي is the guardian of the craftsman دايما هو بيقال ان هو اله الحرف او راعي الحرف في بلاد اليونان especially the blacksmith the firework الاماكن المسابك واماكن الحداده كانت بتوضع تحت حمايه هذا الاله هذا الاله اللي هو فاستيوس او فولكن دايما كان بيصور في بعض الاحيان على فكره كان بيصور بهذا الشكل في شكل انسان براس يعني بيردت مان او في بعض الاحيان وهو راكب كده حمار بعد البينتينج صورته وهو راكب ايه حمار وجاي من جبال الاولمبس خلاص ادينا خدنا كلهم فاضل لنا افروديت وهيرمس طيب افروديت هي الهه طبعا الجمال والهه والهه الحب والغرام والهه الفيرتيليتي الخصوبه والهه السي دي جت قصه السي لان في قصه قصه اسطوره ولادتها ان هو دايما يقول لك عليها ان هي ظهرت من امواج البحر او زبد البحر يعني دايما الاسطوره بتقول لك ان افروديت ظهرت من كونشل من صدفه وطلعت كده زي جنيه البحر وعلشان كده كثير كده من الملاحين اللي هم الناس اللي بتركب البحر وبتصطاد والصيادين والناس دي كلها كانت بتحب جدا تتعبد للالهه افرودايت باعتبارها هي كبرده الهه للايه للبحار نتيجه الاسطوره بتاعه ولادتها ارتبطت بشكل كبير جدا ان هي الهه للبحر دايما كانت بتصور زي ما احنا مقول... بنقول ان هي شكل كده سيده عاريه في بعض الاحيان بتبقى لابسه لبس كامل وخصوصا اثناء امتزاجها مع الاله ايزيس وهنشوف القصه دي وزي ما قلنا ان هي ظهرت من امواج البحر خلاص وحتى خدت لقب كده اسمه أفروديت انادوميني افروديت رايزنج فروم ذا سي اللي هي السيده اللي بتطلع من البحر تمام يبقى افرودايت از رومان فينس She is the daughter of uh, Zeus uh, and uh, the Oceanid Dione. Uh, there was a certain myth concerning her birth, uh, that she raised from the foam of the sea, and therefore she was called Aphrodite and Adomini, Aphrodite rising from the sea. What was the function of goddess Aphrodite? She was the goddess of love, uh, beauty. she was the goddess of the sea she was the guardian of the merchants and the sailors الملاحين أو اللي هما البحارة خلاص because of her birth that she appeared from a conch shell from the sea from the foam of the sea نتيجة الأسطورة دي نفسها هي ارتبطت بالبحر بشكل كبير جدا في بعض الأحيان آفروديت على فكرة خدت شكل الإلهة المحاربة كانت بتمسك clans and shield in some cases she was depicted as a warrior goddess and in other cases she was depicted in the form of a woman full of beauty and sometimes accompanied with a conch خلاص ده في بعض الاحيان بتظهر بتاعها ده احد مقتنيات أو اللي موجود في متحف الآثار من أجمل التماثيل اللي موجودة هناك وهو تمثال من الرخام وبيرجع للعصر الروماني إذا هي هنا فينوس وموجود في متحف الآثار في مكتبة اسكندرية So this is a magnificent statue of goddess افرودايت اور فينوس ومين ده؟ شايفين مين ده؟ ده ابنها خلاص اللي احنا بنقول عليه دايما هو إله الحب اللي اسمه إيه؟ أرس اللي هو كيوبيد تمام ودايما كان بيصور بيصو 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 في شكل الانسان الايه المجنح الطفل المجنح لان الاسطوره تقول ان هو بيقذف السهام الحب في قلوب المحبين تمام لو بتشوفوا افلام كده ابيض واسود كان دايما بيطلع كده طفل صغير مركبين له جناحات وماسك ايه سهام المفروض ده كيوبيد تصوير كيوبيد تمام so here افروديت uh, the goddess of love and beauty she is accompanied with her son Cupid or Eros, the god of love. He was depicted here in the form of a winged gods shooting the arrows to the hearts of the lovers. خلاص. فاضل آخر واحد عندنا اللي هو هيرمس. هيرمس أو ميركوري. وهو ابن الإله زيوس وينم في أحد جنيات البحر واحدة اسمها مايا. تمام؟ دايماً بنقول عليه البستجي. اللي هو المسنجر رسول الآله. وكان إله للتجارة كان التجار يحبوا يتعبدوا أو يبقى يعني تحت حماية الإله هيرمس <applause> بالإضافة فيفس في ما تضحكوش على كده لأن هو كان هيرمس كان بيتميز أو الأسطورة دايما صورته بأنه هو إله شديد الحركة وسريع وان هو فريرة كده يعني فعلشان كده فيفس في بعض المصادر والوثائق كانوا دايما بيذكروا الاله ايه هرمس so the final the last one in the Olympian deities with the god Hermes the Roman Mercury He was the god of Zeus and the nymph, one of the sea creatures called Maya. Uh, what was the function of Hermes? Hermes was the messenger of the gods. He was the god of commerce. The, the merchants were placed under his guardianship and also the thieves. Why the thieves? Because Hermes was usually described to be a very fast person, a very fast god. Alas, no one can see him or catch him. ان هو كان سريع الحركه ومفيش حد يقدر ايه يمسكه علشان كده دايما كانوا بيتحط تحت ايه الامره بتاعته ده شكل الهرمس عايزاكم تركزوا في حاجه ان هو في بعض الاحيان اولا الرسومات كتير صورته بالهلمت بتاعته وينجت ده دليل على سرعته ان هي بتكسبه سرعه معينه وهو هنا ماسك كده ستيك معينه الستيك ديت فيها شكل تو يعني كويلد سيربنتس uh, و... لهم شكل جناحات والعصايه ديت هو اشتهر بيها بشكل كبير جدا اسمها كاديسيوس العصايه دي اسمها ايه سنه تانية كاديسيوس إيه ليه بقول لكم اسم العصايه ديت لان العصايه ديت هتظهر لي عندنا في بعض المقابر اهمها مقبره كوم الشؤافه خلاص إيه العصايه ديت مصوره على جدران بعض المقابر تمام اهي So here, in some cases, Hermes was depicted in the form of a man with winged helms, and sometimes winged, and holding the stick with two coiled serpents and two wings, and this stick is called Kadesius. تمام يا سنة طيب احنا ع... يعني انا عدت المحاضره تقريبا بتاعت المره اللي فاتت بشكل كبير علشان بس ايه تبقى الدنيا واضحه لان الجزء دوت انا عارفه ان هو مليان اسامي كتير هن... هنمر بقى مره سريعه كده على الحاجات اللي احنا خدناها اسيميليشن يعني ايه اسيميليشن اسيميليشن قلنا المره اللي فاتت اللي هو اسيميليشن يعني ايه؟ يعني امتزاج صح؟ هل الامتزاج ما بين الالهه المصريه والالهه اليونانيه حصل بناء على الشكل ولا بناء على الوظيفه؟ لا الوظيفه الوظيفه ليه الوظيفه؟ لان الشكل كان بعيد دايما بنقول ان الالهه المصريه كانوا لهم اشكال ثلاثه يا يعني اما لهم شكل ادمي يا يعني اما انسان براس حيوان او بشكل بعض الاحيان الحيواني الكامل والشكل الحيواني دوت ما كانش يعني على هوى الالهه الديانه او مختلفه عن تصوير الالهه اليونانيه فبالتالي دايما كنا بنقول ان الامتزاج ما بين الالهه المصريه والالهه اليونانيه كان بناء على الوظيفه اكتر تمام طيب احنا لو قسمنا اشكال الامتزاج يبقى the assimilation of between the Egyptian deities and the Greek deities was mainly based on the function We should note this it was mainly based on the function not on the iconography why because the egyptians were different in their concept in representing their deities than the greeks the egyptians preferred or depicted their deities in three types in three ways either as a human shape as a human uh, as an, an animal shape or as an animal headed human in same حيوان uh, on the contrary على العكس تماما the greeks preferred the animal the human representation of their deities so it was impossible to find an assimilation according to the shape they mainly uh, uh, assimilated the deities according to the function احنا نقدر نقول ان احنا عندنا assimilation ما بين الالهه المصريه والالهه اليونانيه uh, الاولمبيه دي حاجة أو الآلهة المصرية وآلهة تانية يونانية حاجة تانية وبعد كده هنتكلم على الفورمز أوف آيزيس أشكال إيزيس المختلفة طيب سريعا كده احنا اتكلمنا عنهم قبل كده يعني ايه هي أشكال الامتزاج ما بين الآلهة المصرية والآلهة الأولمبية طبعا أمون وزيوس تمام دايما بنقول أمون إمن إمنو معناها المختفي وزيوس كان هو اله الظواهر السمائيه المختلفه فبالتالي علشان كده حصل هذا الامتزاج ويقال ان كان في دايما ميثولوجي او اسطوره ووصفها هيرودوت بيقول ان هو سمع سمع الألهة المصرية أو سمع في بلاد صيبة أن اليونانيين بيمثلوا أو بيمتزجوا الإله أمون مع الإله زيوس وأن برضو في أسطورة كده ظريفة بتقولك أن هيركليز طلب من الإله زيوس أن هو يظهر لأن زيوس ما كانش بيظهر للألهة وما كانش بيظهر للناس فالحقيقة زيوس رفض وفي النهاية هو ظهر وحط فوق راسه كده يعني جلد ال او فرو الرام تمام علشان يختفي يعني يتخفى ومن هنا جاء الامتزاج ما بين امون وزيس في بعض الاحيان ودايما بنقول ان امون ذكر في الوثائق بان هو في امون الطيبي نسبه لمدينه طيبه وهناك ظهر بشكله المصري الخالص وفي حاجه تانية اسمها امون الليبي وده اللي ظهر في معبد مثلا سيوة ان هو امون ممتزج مع الاله زيوس وعلشان كده زيوس في بعض الاحيان كان بيظهر وهو مرتدي قرون الحيوانات او قرون الرام او الكبش دلاله على امتزاجه مع الاله المصري امون. So امون was assimilated with the Egyptian deity with the Greek deity Zeus Uh, there was a myth uh, uh, telling that heracles hercules اللي هو البطل الخارق يعني uh, asked Zeus to reveal himself يعني ايه reveal himself يعني ان هو يظهر تمام uh, where, and therefore uh, Zeus uh, refused and finally he appeared being disguised يعني ايه disguised ان هو اختفى he disguised himself and covering his head With the, uh, uh, with, uh, with the skin of the ram. Uh, Amun, we have two forms of Amun in the Greco Roman uh, period in Egypt. We have the Theban Amun, uh, in his traditional form, as a human, uh, at a ram with curved horns, uh, or as a human with the head of a ram, uh, and he was especially venerated in Thebes. And we have also the Libyan. Uh, the Libyan uh, Zeus, or the Libyan Ammon, he was specially venerated in the western desert of Egypt, in, which was called Libya. And in this shape, uh, Zeus appeared in the form of a man with the horns of God Ammon. With the horns of God Ammon. ماشي شباب, مفهومة الجزئية دي؟ آه يا دكتور. طيب، right. هستأذنكم معلش ثانية واحدة بس هرد على المكان وارجع لكم تاني. تمام. الله يا محمد عاطف محدش سامع لك صوت يعني تمام يا سنة تانية سامعيني كده اه تمام يا oh, الامتزاج الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه اوزايرس وديونوسس اوزايرس uh, Osiris was assimilated with the Greek god Dionysus because both of them were god of immortality هما الاثنين كانوا بيرمزوا انها الهه للخلود خلاص and اوزايرس was also uh, mentioned in different sources especially the pyramid text and the coffin text, ان هو he was god of wine, ان هو كان اله للمراعي بتاعت النبيت وحقول النبيت و كده حصل الامتزاج ما بين Osiris إي and Dionysus because both of them were gods of mortality and also they were uh, the gods of wine uh, و دايما كان بيشار ان مياه النيل يعني زي الخمر العذب في وصفها في بعض الاحيان او زي النبيت فعشان كده جاء هنا التشابه آم برضو قصة ديونوسوس وزيروس اشتركوا مع بعض في قصة الدبل بيرث احنا دايما بنقول ان زيوس مات وتم احيائه مرة اخرى صح يا سنة تانية ودي الى حد كبير شبه اسطورة ولادة الاله ديونوسوس لان ديونوسوس كان ابن الاله زيوس زي ما قلنا وواحدة تانية اسمها سميلي وزيوس خد ديونوسس من رحم أمه قبل ما يتولد وحط الإله ديونوسس دوت يعني خباه وبعد كده تم إعادة ولادته مرة أخرى يعني سيميلي خدته تاني وولدته تاني وهكذا فالدبل بيرث دوت حصل تشابه أو امتزاج نتيجة قصة الدبل بيرث uh, so Osiris and Dionysus were assimilated with each other because of two things. The first thing is the function. both of them were gods of wine and fertility. osiris was sometimes described in the ancient sources to be the god of uh, the wine, the lord of the wine. and sometimes the nile flood was described to be wine. Uh, osiris was also, and dionysus had a double birth. osiris was died and rebirthed once again, resurrected once again. also, dionysus. Uh, dionysus was the son of zeus. And Simili, uh, the Greek myth says that Dionysus, she, uh, that Zeus took uh, Dionysus from the womb of his mother, Rahim Ummu, and placed him between his thigh. And after that, Simili took him once again and gave birth to him. She was so he was uh, birthed or uh, he was resurrected or appeared twice. This double birth was a similarity between the two e deities. ثالث امتزاج اللي هو بتح انتيفاستيوس بتح انتيفاستيوس الحقيقة هما الاثنين كانوا آلهة للحرف وإلهة إله آلهة للحرفيين وعلشان كده كان منطقي جدا ان هو يحصل ايه الامتزاج ما بينهم فتح أنتيفاستيوس both of them shared the same function they were gods or the guardians of the craftsmen and workshops in ancient Egypt and in ancient Greece and therefore they were assimilated together حورس أند أبول حورس أند أبولو الحقيقة هما الاتنين كانوا آلهة أولا كانوا عندهم آلهة كان عندهم قدرات شفائية تمام لأن أبولو دايما كان يقال عليه إن هو كان ليه قدرة على الشفاء والتداوي وحورس اللي اتقلعت عينه من الإله زيوس عمه وداوته الإله إزيس أصبح بيعرف أسرار التداوي والشفاء فبالتالي حورس وأبولو هما الاتنين كان عندهم قدرات شفائية كتير جدا آه Uh, so, uh, Horus and Apollo, both of them were having healing abilities. Uh, the two deities were described to be uh, having different uh, healing secrets and they could heal the illness of the people. Uh, and also, both of them were gods of archery and weapons, and also gods of prophecy. And مين الشخص الظريف دوت؟ الحقيقة ده خلطة كده ما بين الإله أنوبيس الإله الـ الـ العالم الآخر في مصر القديمة وهرمس فاكرين هرمس اللي احنا قلنا عليه البوستاجي اللي بيمشي بسرعة دوت ما حد قادر يمسكه بس حصل ما بينهم الاتنين اه امتزاج تمام؟ والامتزاج هنا بشكل مختلف جداً في الديانة أصبح باسم جديد خالص هم دمجوا الاسمين مع بعض أصبح هرمانوبيس يعني هرمس وانوبيس مع بعض تمام ومين بقى هرمانوبيس ده على فكره تمثال موجود في متحف الآثار في مكتبة الاسكندرية وبيرجع للعصر الروماني خلينا نقف كده شوية عند هرمس انوبيس الحقيقة زي ما احنا قلنا قبل كده انوبيس هو كان إله العالم الآخر وكان دا دايما بيصور في شكل ابن آوة خلاص ابن آوة دوت اللي هو حيوان كده ما بين الثعلب والكلب ودايما كان بيصور باللون الاسود لأنه هو اله او حامي الجبانه وفاتح الجبانه ويب وفي بعض الاحيان كان بيصور وهو بيحنط الموتى وحصل ما بينه وما بين الاله هرمس رسول الالهه آمتزاج وشكل هيرمانوبس اهوت دايما بيمسك سعف النخيل شايفين اهي شايفينها يا شباب دكتور هي الشاشه راحت تمام كده يا ريهام كده تمام شايفين السعف النخيل اللي ماسكها هيرمانوبس اهي وادي الجاكل اللي هو حيوان ابن آوى ظهر هنا في جنب التمثال للدلالة على أنه هو إله هيرمنوبيس يعني هيرمس وأنوبيس مع بعض. خلاص، so uh, Hermes, one of the Olympian deities, was assimilated. He was the messenger of the gods. He was assimilated with the Egyptian guardian of the tomb Anubis, and Anubis was depicted in the form of a black jackal or a, a person with a black-headed uh, jackal. sometimes a uh, persian between uh, or, or beside the tomb kan fi ba'd al ahyan byzar keda wa huwa fi shakl and in other cases he was sometimes embalming the deceased fi ba'd al ahyan byzar wa huwa and they joined together and formed a third shape which is called hermaphis it's hermes and anopus together Hermes was depicted here in the form of a human shape with locks and holding over his forehead the modius, فاكرين الموديوس مين كان بيبقى فوق راسه موديوس. ايه اليسترابيس يا سنه تانية تمام؟ سيرابيس كان بيبقى فوق راسه موديوس او الكلاثوس خلاص وفي ايد احد ايديه بيبقى ماسك سعف النخيل، سعف النخيل دي بتدل على الايتيرنيتي. على الخلود لان اساسا الخلود او السنه كانت بتكتب في اللغه المصريه القديمه بشكل سعف النخيل وكانت اسمها رنبت فساعات كانت في النصوص التقدمه يقول لك ايه دي ان ايه اكرنبو بعطي لك السنين الاف السنين وملايين السنين so here he is holding the palm branch and the palm branch here was called in the ancient Egyptian language as رنبت to reveal the eternity and here beside his leg we can find the jackal which was the symbol of God Anubis. بالغرض دلوقتي إحنا عندنا امتزاجات ما بين الآلهة المصرية والآلهة الأولمبية زي الإله آمون وزيوس وزيروس وديونوسوس فتح وهيفاستيوس حورس أنت أبولو وآخر واحد اتكلمنا عنه اللي هو أنوبس أنت هيرمس مونتو أرس قلنا زي قبل كده إن مونتو أرس هو إله الحرب مونتو بقى مين هو الاله ده مونتو هو اله حرب على فكره ودايما كان بيظهر في اللغه في, في, يعني في الشكل ان هو بشكل انسان براس صقر وفوق راسه قرص الشمس ورشتين من بعيد كده تحس ان هو حورس لكن النصوص دايما بنقول نقرا النص بيسمى بمونتو مونتو كان اله احد الهه الحرب ودايما كان احد الاشكال الخاصه به اللي هو شكل العجل خصوصا من بخيس ومونتو عبد بشكل خاص جدا في منطقه طيبه وخصوصا في منطقه اسمها منطقه ارمنت تمام آه 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 ديت بتقع تقريبا يعني شر آه لا جنوب يا ربي جنوب الاقصر تمام وبتقع على البر الغربي وهي حاليا بتسمى الميداموت او التوت تمام و آه تحت امره او حمايه الاله مونتو الى الحرب طبعا نتيجه ان هما الاثنين قلال الحرب فطبيعي ان يحصل ايه امتزاج ما بينهم سو so مونتو the Egyptian god of war مونتو Was assimilated with the Greek god of war, Aris. Both of them were gods of war. Montu was god of war, and he was usually depicted in the Egyptian art as a falcon-headed man with a uh, crown with a sun disk over his head, and be, and between it uh, we have two feathers. Uh, Montu uh, was uh, specially uh, worshipped in the region, the Thebian region, including Aramant. Uh, southwest uh, south west of uh, modern Luxor and the western bank of Thebes It was also uh, uh, worshipped in midemund in Theod and in the uh, Theban region in general and because sharing the same function they were assimilated uh, between each other. بوباستس and Artemis. We كلامنا عن بست قبل كده أو مش عارفه أعتقد إحنا وقفنا عند بست. بست هي الهه دايمًا بتاخد شكل القطة القطة البرية. تمام ودي احد اشكال القطط القطه المصري دايما بتبقى الودان بتاعتها كبيره كده ومدببه شويه تمام دي احد فصائل القطه المصري ديت وكانت الهه يعني كانت دايما بتوصف ان هي الهه للحرب والهه للصيد اكتر وكانت يعني وصفتها النصوص دايما ان هي اللي بتحمي الملك او بتدافع عن الملك وعبدت في منطقه اسمها بوباستس بوباستس اللي هي حاليا تل باسطه في الزقازيق محافظه الشرقيه وحتى هيرودوت لما سافر وجاء مصر الرحاله اليوناني او المؤرخ اليوناني لما جاء مصر تقريبا في القرن الخامس قبل الميلاد قال ان كان في تمثال معبد الالهه باستت كان موجود في تل باسطه او اللي هي باستت

Uh, from as early as uh, the second dynasty, yani, of the she was especially venerated in Tell basta Per-Bastet, which like is the house of the god Bastet. After that, it Bastet, and uh, now it's in Zazieh, in Sharia governorate. And uh, the Herodotus, when he uh, visited Egypt, he said that there was a temple for Bastet in this region. and both of them were gods of war and hunting and therefore they were equated together. نيت أند أتينا وقلنا قبل كده إن الاتنين دول كانوا آلهة للحرب وآلهة للأركري وعلى فكرة آلهة للغزل والنسيج كان دايما حرفة الغزل والنسيج بتوضع تحت حمايتهم هما الاتنين وعلشان كده كان برضو متوقع إن هما يتم امتزاجهم مع بعض. Neith and Atina, both of them were identified together because they functioned as goddess of war and also goddess of waving. Yani waving and low spinning and waving Hathor and Aphrodite, Hathor and Aphrodite they were assimilated together because the two deities functioned as deities of beauties, beauty and fertility. آلهة للايه؟ آلهة للكمال لل... والامومة. دي كانت امتزاج الالهة المصرية بالالهة اليونانية الاولمبية. دي احنا كده اخدناهم، في أي مشكلة فيهم؟ لا تمام يا دكتور. طيب يبقى احنا كده رجعنا تاني على الآلهة الاولمبية. خدنا امتزاج الالهه المصريه وقسمناهم عشان الدنيا تبقى مرتبه اكتر معاكم لامتزاج ما بين الالهه المصريه والالهه الاولمبيه الالهه المصريه والالهه اليونانيه الغير الاولمبيه واشكال بعد كده ايزيس احنا مرينا عليهم قبل كده برضو نراجعهم تاني اهو حرشة اف حورس على بحيرته احد اشكال حورس امتزج مع البطل هيركليس هيركليس ليس اله هيركليس بطل خارق احد الابطال الخارقين وكان معروف بقوته الجسديه ودايما كان بيصور في شكل عاري بشكل ماسكلر بشكل يعني رجل قوي كده وماسك في ايده الكلوب بتاعته العصايه دايما العصايه دي كانت احد ادوات الحرب في بلاد اليونان وفي بعض الاحيان بتبقى مدببه فيها كده اشكال زي المسامير علشان يعني ايه تضرب العدو بشكل جامح وبتسبب له جروح خطيره يعني دايما بيوصف الإله او البطل هيركليز ان هو كان ليه 12 عمل بطولي ان هو مثلا قتل الاسد خارق كده واسد كبير قوي مش عارفه اسمه اسد نيميا علشان كده في بعض الاحيان تماثيل هيركليز كان بيحط على كتفه جلد الاسد على الجانب الاخر حرشائف شائف, شائف معناه حورس على بحيرته وده احد اشكال الاله ايه حورس اه واتصور في شكل انسان براس كبش زي ما انتم شايفين with horns, horns شا... وهو هنا شبه الاله مين هل شايف هنا شبه الاله خنسو لو انتم فاكرين شايفينه الكر اللي هي الستريت هورنز ديت شبه الاله اه خنسو تمام اه والاتنين امتزجوا اه مع بعض اه نتيجه ان هما كان ليهم شعبيه كبيره لان دايما هيركليس كان بيبقى ليه كده شعبيه ما بين الكومن بيبل في العباده وكذلك هرشا اف هو هرشا اف كان احد الالهه الكومن لي بين ما بين الناس اللي هي العامه الناس البسيطه وعلشان كده هنا حصل الايه الامتزاج و هرشا اف كان بيعبد في منطقه في منطقه في بلد كده صغيره اسمها يعني في منطقه اهناسيا هي حاليا في بني سويف في جنوب مصر والبلد دي, دي نتيجة امتزاج الإلهين دول أصبحت بتسمى بهيراكيلابولس يعني بلد الإله هيركليس بلد الإله هيركليس so uh, هيركليس the supreme hero in the ancient Egyptian in the Greek religion was usually depicted in the form of a muscular man and he was holding his club his famous club in his head Uh, he was famous for having 12 uh, miraculous labors, عمل بطولية خارقة. One of them is killing the lion of Nemia. تمام? The and therefore he was placing the lemian, uh, the skin of Nemia over his shoulder. He was especially venerated between the ordinary, the common people. ما كانتش عبادة ملكية ولا الإليت اللي بيعبدوه. لا ده كانت الناس اللي هي البسيطة هي اللي كانت بتحب تعبدو Uh, on the other hand, he was also assimilated with one of the commonly uh, venerated shapes of Horus, who was Hersha F. Horus on his lake, Horus ala And he was especially venerated in Ignasia in Beniswaif in Upper Egypt now. So, therefore, this city was called in the Greek period, it was called Heracleopolis, meaning the city of Heracles, because the assimilation which happened between them. Hercules, Bardo. خلاص هيركليس برضو تم امتزاجه مع إله مصري تاني اللي هو إله خنسو إله القمر حصل ما بينهم الامتزاج ودوت في هذه الحالة ليه بقى؟ مش علشان ان هو خنسو كان ليه شعبية لكن علشان هو كان ليه قدرة دوائية وقدرة شفائية لأن دايما هركليس آه البطل الخارق الناس كانت ايه بتتبارك بيه إن تقدر ان هو يقدر ايه يداوي آه آه أمراضهم المختلفة، وعلشان كده حصل الامتزاج ما بين خونسو وهرقليس. so another assimilation with خونسو is with the Greek of the Egyptian god خونسو، but here not because of being having a popular cult like هرشايف، but because of having healing abilities. خونسو and Hercules share the same healing character. Hercules was uh, was venerated by the common people as a healer. ان هو يعني بيتشفع وبيتبركوا بيه as a healer of their different uh, diseases and خونسو was the lunar god إله القمر and he was also known for his healing abilities مين and بان آه, الإله مين هو إله للخصوبة ودايما كان بيتصور في شكل إففالك ودايما في شكل آه, آه, رجل وفوق رأسه رشتين وعبد بصفة خاصة في منطقة اسمها قفت قرب من محافظة إنا على الجانب الآخر الإله بان اللي هو الإله ده شايفينه سنة تانية الإله بان ذكر في, ال... في الديانة اليونانية إن هو دايما هاف جوت هاف مان نصه شكل جوت أهو تمام والنص اللي فوق مان with the horns of the goat وكان إله للمراعي والحقول حتى كان في هنا تل في مدينة اسكندرية كان بيتقالي عليه حي البانيوم خلاص يعني ايه بانيوم؟ يعني حي بان وش معنى حي بان؟ بان دوت كان إله للمراعي والحقول والخصوبة وخصوبة الأرض تمام؟ فعلشان كده عشان هما الاتنين آلهة الخصوبة تم الامتزاج ما بينهم So another assimilation happened between the Egyptian god مين Who is god -mean? God mean, even if a public God of fertility, he was a guard of the mining roads in the Egyptian deserts. للـ 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 الأديمة, and he was usually depicted in the form of a man crowned with two feathers, and he was specially worshipped in, uh, uh, in a temple, in Qift, now in Qana governorate. The symbol of this God was the lettuce, the was the sacred uh, plant of god min on the other side the greek god pen was god Pan? god Pan here is the counterpart of god min who was assimilated with god min god Pan was usually represented half goat half man with the horns of the goat and he was also the god of fertility especially the agricultural fertility and he was the guardian of the gardens Uh, uh, there was a district here in ancient alexandria called panium hill the city or the gardens of god pan and they were placed under his his worship اخر assimilation عندنا وهننهي المحاضره على كده اللي طبعا ما بين الاله ست وتيفون وكلمنا عنها المره اللي فاتت الاله ست طبعا هو الاله الشرير الاله السيء اله كل الامراض وكل الشرور ودايما كان بيصور بشكل فابيوليس بيست يعني شكل كده حيوان خرافي بالاضافة ان هو كان عنده سنيك واحنا اتكلمنا عنه اللي هو سنيك بتاع ابو فيس او العبعب خلاص ابوفيس سنيك دوت كان تعبان قوي ذكر في حتى ظهر في كتير جدا من المناظر المصريه ان هو الحيوان المقدس او التعبان المقدس الاله ست الى الشر وعلى الجانب الاخر كان في مخلوق تاني كده خالص اسمه تيفون في الديانه اليونانيه وتيفون برضو كان بيصور في شكل كده حيوان خارق في شكل انسان يعني بجناحات كده وبالجزء السفلي منه على شكل تعبان ويقال إن الوينجز بتاعت ديت هي وينجز للدراجون يعني هو شكل كده أسطوري ودايما نتيجة إن هو كان بياخد دور الشر في النصوص والحكاوي المختلفة بتاعتهم عشان كده تم الامتزاج ما بينهم وبين الإله إيه الإله ست. So uh, the Egyptians called Set or or Setach he was the god. As we said before, he was a god of Geb and Nut, goddess of sky. He was the god of all evil powers, <speaking> in <foreign language> including diseases, darkness. He was the god of the deserts. <speaking in foreign language> he was usually depicted in the form here as a fabulous beast, <speaking> in <foreign language> or in the form of a man with a fabulous beast. تمام um, his sacred serpent was called apep اللي هو apophis snake and apophis snake was usually described in the Egyptian sources to be the enemy of God Ra إن هو عدو الإله Ra Uh, he was assimilated with a typhon. Typhon was a deadly monster. كان دائما متقال عليه إنه هو monster يعني حاجة كده mythological creature. Where uh, he was represented as in the form of a man with elongated ears with the two wings of a dragon and the lower half of a snake, alas. and therefore, because of sharing the same function that they are both of them were gods of evil powers, they were assimilated with each other.. <laughs> دكتور هو يعني اغلب الآلهة ليها نفس الوظيفة يعني ليه بيقعدوا يكرروا الآلهة بقى في قصدك ايه في الديانة اليونانية ريهام ولا الديانة الروم- المصري؟ لا في اليوناني برضه بمعنى ايه ان هما كلهم لهم نفس الوظيفة احنا عندنا آلة للحرب وآلهة للحص لل... لل يعني لا ليه ليه بتقولي كده بالعكس الآلهة اليوناني اقل تنوعا من الآلهة حتى المصري يعني يعني دي في اكتر من اله يوناني ليهم مثلا اله الخصوبه اله الغرب اله كانوا مرتبطين بالارض بتاعتهم برضو يا ريهام يعني نفس فكره المصري دايما الالهه او الديانه بتنبع من البيئه خلاص ايه اكتر حاجه كان تميز بيها مثلا البيئه اليونانيه المراعي ان هم الجاردنز الاماكن اللي هي فيها خضره كتير تمام الأماكن الخضراء ديت ممكن تلاقي مدينه في بلد عبدت الإله دي مدينه تانيه بعيده بقي تانيه خالص مفيش بقي لا مالتي ميديا ولا وسائل اتصالات ابتدعوا إله تاني جديد خالص فهماني ازاي وهكذا فأكتر من الحاجات المسيطره علي البيئه بتاعتهم هي المراعي مثلا والحقول بنفس الشكل الصيد برضو هما كان عندهم قصة الصيد ديت مهمه فبالتالي هتلاقي كذا مكان كذا إله للصيد نتيجة إن دي أكتر حاجة ظاهرة أو غالبة في البيئة بتاعتهم. تمام يا دكتور. أوكي. أي أسئلة تانية يا شباب؟ شكرا يا دكتور. طيب. لا يا دكتور أوكي طب بالنسبة طبعا ثواني بقى أستأذنكم بس ثانية. هو طبعا بالنسبة لإخواتنا المسيحيين طبعا بنقولهم كل سنة وانتم طيبين عشان عندهم عيد الفترة اللي جاية وكانوا اتكلموا معايا ان هم كانوا عايزين معيد علشان يعني يبقى في الامتحان طبعا هيبقى في وسط العيد عندهم فان شاء الله بإذن الله يعني بالنسبة لإخواتنا المسيحيين انا هكتب لهم على المايكروسوفت تيمز النهاردة ان شاء الله معاد الامتحان بتاعهم ايه خلاص بالنسبة لشبابنا الصايم <applause> ربنا معاكم بقى إن شاء الله في الامتحان الأسبوع الجاي ويعني ان شاء الله باذن الله يبقى امتحان كويس وتقدروا تحلوا فيه بشكل كويس توقعوا برضو اكتيفيتي في الامتحان يعني بعد الامتحان ممكن يبقى فيه اكتيفيتي ممكن يعني انا لسه ايه ما قررتش اي اسئله يا شباب تمام يا دكتور كل سنه وانتم طيبين يا شباب ان شاء الله اشوفكم على خير.